اللي لازم نعرفها، شغلات يعني بديهية لازم نكون عارفينها قبل ما نبلش بالكورس. راح أعطيكم باك جراوند كيف بالنسبة للسيزمولوجي تطور علم الزلازل، راح أعطيكم إنترودكشن ما هي المسببات الأرثكويك كوزز، ما هي خصائص الأرثكويك، كيف تقاس الأرثكويك، بتعرفوا يعني أنا بعرف إنه في أشياء بتعرفوها أكيد، بتعرفوا السيزميك ويفز، أنا درستكم جي فيزي أغلبكم، فبدكم تعرفوا الفرق بين السيزميك ويفز، في بي ويف، في اس ويف، في رالي ويف، في لاف ويف، إيش الفرق بيناتهم من ناحية أرثكويكس، مين أكثر دمار، مين بتوصل لمحطة الرصد قبل، وهكذا. ما هو تأثير الأرثكويكس؟ سايزميك ريجيم، ما المقصود بكلمة سايزميك ريجيم؟ يعني نظام زلزالي. سايزمولوجيك كاركترستيك اوف اوروب، راح ناخذ مثال ممكن انا زودتكم فيه على كل الاحوال، ولكن راح اركز على الشغلات الاساسيه. هلا يا اخوان، ما المقصود بالارثكويكس او سايزمولوجي؟ بعد في ناس تدخل، انا متاسف بس بحاول اني الحقهم فينا. طيب سايزمولوجي ذا ساينس ديلينج وذ ايرثكويكس. كلمه سايزمولوجي بتعرفوا سايزمو هي معناها ويفز، يعني سايزمو تشير الى الويفز او الموجات. لوجي علم، وبالتالي هو العلم الذي يعنى بدراسه الموجات، هنا احنا سميناها الموجات الزلزاليه. اذا ذا ساينس ديلينج وذ ايرثكويكس هو العلم الذي يعنى بدراسه الايرثكويكس. هلا كلمه ايرثكويكس هو الحدث، الحدث اللي بيصير، الحدث اللي بيصير بنسميه earthquakes. العلم اللي بيدرس هذا الحدث اسمه seismology. seismic engineering يعني بيهتموا أكثر إشي في مدى تأثير الموجات المتولدة من هذا الزلزال على البنية التحتية اللي بنسميها إحنا infrastructures، صح؟ مثل المباني، مثل شبكات الصرف الصحي، ومثل المصانع، وايضا الاشياء اللي لها علاقه بالبيلدينجز، البيلدينجز المهمه في حياتنا، والمناطق مثلا فيها مستشفيات كبيره، وبالتالي لازم هذه المستشفيات تبنى في اماكن بعيده عن المناطق المعرضه للزلازل. بالنسبه للسايزمولوجي في عندنا مصطلحات عامه. Instrumental seismology half of يعني تقريبا بال 19th century صار في علم اسمه لحاله مستقل اسمه seismology، علم الزلازل. وايضا هناك دراسات تعنى بدراسه الزلازل من ناحيه رياضيه، يعني في معادلات كثيره، longitude latitude، شو بصير في عندي مثلا الموجات اللي على السيرفس، اذا كانت من نوع بي شو بتاثر، اذا كانت من نوع اس شو بتاثر من ناحيه رياضيه. هلا في كلمة هون مصطلح جديد عليكم هو اسمه رايولوجي، المفروض انه اخذتوه في الاستراكشرال جيولوجي. هلا رايولوجي لاحظوا شو معناها، ركزوا كلكم معي عشان تفهموا، والمحاضرة ريكوردد وراح اسجل وراح انزلكم اياها على الاي ليرنينج. رايولوجي هو عبارة عن علم، لوجي كلمة لوجي علم، يعنى ويهتم بدراسة العلاقة بين الستريس والسترين. بالاخير بده يطلع عندي الستريس والسترين ريليشن شيب، بده يطلع عندي deformation. هذا deformation أو التشوه قد يحدث للشكل، قد يحدث للحجم، أو قد يحدث لكلاهما بالنسبة للصخور. مظبوط يا أخوان؟ وأيضا في علم لحاله مستقل اسمه earthquakes، يعنى بدراسة الحدث، وين بؤرة الزلزال، وين يعني البؤرة الفوكس والإبيسنتر، المركز السطحي، كيف ممكن نحدد المركز تبع الزلزال على السطح، هل هو بعيد، هل هو من ناحية شلو intermediate deep. اذا هاي اشياء مهمه في علم الزلازل. هلا يا اخوان بتعرفوا انه الزلازل بشكل عام تحدث على الفولت بلينز، صح؟ تحدث على الفولت بلينز، يعني اذا في مستوى تصدع اللي احنا بنسميها فولت ثرو في بعض الاحيان، او رميه الصدع. رميه الصدع هاي يا اخوان هي اللي اذا صار في حركه على الصدع بعطيني ويفز، هذه الويفز هي المسؤوله عن الحركه اللي بنسجلها او الويفز اللي بنسجلها في الستيشنز تبعيت السايزمولوجي. هلا كنت احكي لزملائكم قبل شوي بالمحاضره السابقه انه الجزء اللي بتحرك من القشر من الارض كامله، هذا المقطع اللي احنا دائما نرسمه، الجزء الذي يتحرك هو فقط الليثوسفير. زي ما حكيت لهم ايضا انه الليثوسفير هو عباره عن الابر موست مانتل اند كراست، الجزء الصلب من الستار العلوي وايضا الكراست. اذا هاي اللي بحدث فيها تشققات، وهذه هي التي تؤدي الى حدوث الزلازل. نعم، وبالتالي البليت تكتونكس هو المسبب الرئيس للزلازل الكبيرة على سطح الكرة الأرضية.
البليت تكتونكس أي حركة الصفائح وهي عبارة عن حركة نسبية relative movement between two adjacent plates لصفيحتين متجاورات هي التي تؤدي إلى حدوث الزلازل زي ما بصير عندنا بالأردن. شو سبب الزلازل يا إخوان؟ مين يحكي لي بسرعة؟ السبب الرئيسي لحدوث الزلازل في الأردن وفي فلسطين بالضبط. إذن هو صدع البحر الميت التحويلي. إذن هذا المثال الموجود عندكم أمامكم يعبر إذا إحنا أخذنا مثال من الأردن نعم الفولت بلين هو الذي يؤدي الحركة على الفولت بلين هي التي تؤدي إلى حدوث الزلازل وبالتالي أكبر مثال عندنا بالأردن هو الديد سي ترانسفورم فولت. طبعا الزلازل إما بتكون ناتشرال إيرثكويكس طبيعية. كيف طبيعية؟ مين يحكي لي يا إخوان؟ في زلازل طبيعية؟ في زلازل طبيعية. مديش استغل الوقت. إذا اللي بيعرف الجواب جاوب بسرعة عادي. هي إنتراكتيف يعني أنا حركة الصفائح. نعم اللي حكيناه قبل شوي صح. حركة الصفائح. حركة الصفائح تؤدي إلى induced. induced يعني تحث إلى حدوث ما يعرف بالزلازل. هلأ في man-made earthquakes يعني إحنا البشر بنؤدي إلى حدوث earthquakes. مين بيحكي نعم أو لا؟ تفريغ طاقة بالأرض. نعم إحنا إذا لما نيجي نعمل في مكان كان stable نيجي نحفر ونعمل سد إذا إحنا أضعفناه. إذا قبل ما نعمل سد في مكان لازم ندرسه من ناحية الزلزالية. هل هذه المنطقة إذا فرغناها بيصير فيه اهتزاز؟ إذا بيصير فيه اهتزاز إحنا أثرنا بطريقة أخرى على المنطقة صح؟ وبالتالي نعم هناك زلازل تحدث بفعل الإنسان. بشكل عام الزلازل هي عبارة عن vibrations يعني اهتزازات إما بتكون natural أو artificial origin إما بتكون طبيعية أو صناعية. بشكل التكنولوجيا بشكل عام قادرة على تسجيل الناتشرال فينومين الظواهر الطبيعية وأيضا الظواهر الاصطناعية التي تحدث بفعل الإنسان. هلا بتعرفوا في عندنا بالأردن محطات رصد زلزالي صح؟ عندنا بالقسم إن شاء الله أسبوعين اتفقنا إحنا وهيئة الطاقة نركب عندنا نجدد تحديث المركز الزلزالي اللي عندنا في القسم. بتشوفوا مكتوب مرصد الزلازل صح؟ كان شغال ولكن الجهاز صار قديم جدا مقارنة بالأجهزة الآن الإلكترونية. ممكن على التاب تكون شابكو وتتفرج في اهتزاز ولا ما في اهتزاز. إذا الآن إحنا بحاجة إلى تطوير هذا المرصد وممكن أنتم في المستقبل قريب تستفيدوا منه. ممكن نعمل زيارة إذا إن شاء الله الله يسر الأمور فتحة الـ يعني صار يعني بالنسبة لموضوع كورونا صار الموضوع أسهل إنه نزور الجامعة والطلاب وبالتالي بورجيكم كيف إحنا مسجل اهتزازات. هلا هذا المركز أو المرصد بيسجل strong motion أو low motion أو بسموها slow motion. هلأ إحنا بالقسم راح نركب إشي اسمه strong motion detector يعني يستطيع تسجيل الحركة القوية فقط. ليش يا إخوان؟ إحنا الجامعة الأردنية إحنا تقريباً ماش نحكي في مركز العاصمة ولكن حوالينا في نش أنشطة كثيرة. إحنا ما بدنا كل إشي نسجله. إحنا نسجل الأشياء الطبيعية وليست الارتيفيشل. اوكي طيب هلا بعض الزلازل قد تحدث في قاع المحيطات. سمعتوا فيها سموها تسونامي. Waves on sea induced by an earthquakes or earthquake the focus of which is under sea bottom. هاي عبارة عن اهتزازات تحدث في قيعان المحيطات تؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى يعني إلى مسافات كبيرة أو ارتفاعات عالية. هذه الأمواج تقترب من اليابسة وتضرب اليابسة مما يؤدي إلى حدوث أيضا زلازل على اليابسة وتدمير وتدمير أشياء كبيرة. يعني المايكرو سايز مس بيرميت إير سيرفيس فايبريشن. طبعا الأرض دائما كوكب ديناميكي بسموها دايناميك إيرث وهي بالتالي دائمة الحركة. دائمة الحركة بمعنى أنه دائما يسجل في عليها اهتزازات. لاحظوا يا أخوان أنه هو هاي عبارة عن صفائح كثير كبيرة. لاحظوا أنه على حدود الصفائح تتركز الزلازل صحيح يا أخوان؟ ليش؟ لأنه ما بصير في تصادم بين الصفيحتين أو في تباعد الحركة هاي relative movement تؤدي إلى تسجيل اهتزازات. Natural earthquakes الآن نحكي عن natural earthquakes. 90% من natural earthquakes caused by plate tectonics. أيضاً 7% منها volcanic origin ناتجة عن النشاط البركاني الموجود في الأستينوسفير اللي يقترب من lower crust ويؤدي إلى حركة على السطح. هذه الحركة تسجل على أنها natural earthquakes.
caused. Okay. Collapse of underground spaces. يعني في بعض الأحيان بصير في عندنا خسف. هل هذا الخسف فراغ؟ الفراغ يولد اهتزاز. صح ولا لا يا إخوان؟ هذا الاهتزاز يسجل على إنه natural earthquake. The most harms, أقوى الزلازل and losses of human assets are caused by tectonic earthquakes. أخطر إشي ممكن يصير يا إخوان إنه يصير في عنا زلازل caused by the earthquakes, by the tectonic earthquakes. ليش يا إخوان؟ لأنه الحركة المفرغة نتيجة اصطدام أو تباعد أو الحركة الجانبية بين الصفائح هي أكبر طاقة ممكن تكون متحررة في هذه المناطق. أوكي يا إخوان؟ الكل يعني وصل المفروض الكل وصل للمحاضرة. هلأ induced man-made earthquakes, كلمة induced يعني يا إخوان زي حث, يعني مسبب بواسطة النشاط اللي هو artificial triggered seismicity أو النشاط الزلزالي caused by human activity, بيكون نتيجة مثلا بناء الجسور هنا زي ما حكينا قبل شوي, المايننج التعدين, دامز, جيوثيرمال في بعض الأحيان نحفر عشان نحصل على الطاقة تاعت الأرض, hydrocarbon reservoirs نتيجة إحنا بنحفر حتى نستخرج النفط ونترك فراغات بين الصخور, هذه الفراغات سوف تملأ بإشي آخر, هذه الحركة تؤدي إلى induced deformation of involved sites. ممكن إحنا نكون نشاطنا أدى إلى يعني مفاجأة للأرض وبالتالي بدها تحاول تعمل بالانس, هذا البالانس يؤدي إلى حدوث اهتزاز, هذا الاهتزاز يسجل على إنه seismic أو earthquake induced by human or man-made vibration. هلأ بالعادة لما بدهم يعملوا mining أو تعدين في أي مكان لازم يدرسوا من ناحية زلزالية, هل هو قريب من صدوع, هل هو بعيد من صدوع, قديش بعيد عن حدود الصفائح, قديش قريب من حدود الصفائح, وهذا اللي بحكم عمليات التعدين. في مثال يا إخوان دائما أنا بعطيه لما بعطي seismology أو earthquake, يعني لماذا تعتبر منطقة البحر الميت الموجودة عند البحر, منطقة الفنادق اللي احنا بنسميها, منطقة من ناحية تكتونية مش ثابتة؟ ليش لا نشجع بالاستثمار بملايين الدولارات, ملايين الدنانير؟ ليش؟ ليش؟ لأنه منطقة في أي لحظة ممكن يحدث earthquake, natural earthquake كمان يا إخوان احنا ما بنستطيع نتحكم فيه ويؤدي إلى تدمير مساحات شاسعة. ولكن صدع البحر الميت تحويلي, كلمة تحويلي حكيتها لزملائكم قبل شوي, حولت حركة من divergent لconvergent, وبالتالي الزلازل التي تحدث في هذه المناطق تكون زلازل متوسطة وغير مدمرة. الزلازل التي تحدث عند حدود الصفائح المتقابلة اللي بنسميها الكوليجين زونز تكون زلازل قوية جدا لأنها ناتجة عن تصادم. وأيضا divergent plate boundary عند حدود المحيطات أو عند ما يعرف بالميد أوشانك ريدجز, توسع قيع المحيطات يحدث طاقة أو يتحرر طاقة أكبر من الطاقة المتحررة عند حدود الصفائح الجانبية. بالأردن يا إخوان تعرفوا كم زلزال تقريبا إحنا من حد يعني باليوم بنسجل؟ عشرات, في بعض الأحيان مئات, في بعض الأحيان نسمع بالتلفزيون إنه في عاصفة زلزالية. هلأ هاي العاصفة الزلزالية مش كل يوم إحنا بالتلفزيون نسمع عنها, ولكن أنا منزل أبليكيشن بقدر أعرف قديش سجلنا باليوم بالضبط زلازل. ولكن أغلب الزلازل اللي تحت 2.5 ماجنيتيود على مقياس ريختر ما بيعلموا عنها, لأنه الصفيحة تتحرك بشكل بطيء جدا, slow motion أو relative motion, وبالتالي مش كل يوم هم يحكون والله صار زلزال زلزالين إلى آخره. هلأ في مجموعة من المصطلحات المهمة, الإبيسنتر, الهايبوسنتر, focal depth, الفوكس للزلازل, كله رح نأخذه شوي شوي. في عندنا الانتنسيتي, في عندنا الماجنيتيود, في عندنا الارثكويك باراميترز. بتعرفوا انه الارثكويك باراميترز يعني لازم تكون واضحة لأي واحد بيحكي عن الزلازل. الباراميترز تشمل وين مكان الزلزال, وين البؤرة اللي حدثت تحت الأرض, هل الزلازل كلها من نوع واحد؟ أكيد لا. هل الزلازل تحدث على عمق واحد؟ أكيد لا. هاي كلها لازم إحنا يعني نحاول نشوفها ونتحدث عنها بطريقة تفصيلية. يعني لاحظوا هون أمثلة نحط لكم, يعني الشلو أقل من 50 كيلومتر, انترميديت أكثر من 50 كيلومتر, دبث يعني من ناحية البؤرة الزلزالية بتكون أكثر من 450 كيلو. طب أيهما الأخطر؟
ها كمان معامل صح. مين اخطر، زلازل الشلو بتكون البؤره تاعتها ولا الديب فيري ديب؟ الشلو اكيد، لانه سرعه وصول موجات الزلزاليه بتكون اكبر وصولا الى السطح، وبالتالي هذا رح نحكي عنه. يعني هذا تلخيص لما سوف تتعلموه في الشابتر الاول. في شيء اسمه سايزموغراف. سايزموغراف هو جهاز يستخدم لتسجيل وتسجيل الارثكويكس. راح اورجيكم اياه في القسم في لحظه من اللحظات نوصل، واورجيكم انه عندنا درم سلندر هيك بلف، وفي فوقي قلم. هذا القلم اذا صار اي حركه بصير يخربش، كلما زادت الحركه بتصير اكبر قدرته على التسجيل، وهكذا. سايزموغرام، في هون عندي سايزموغراف الجهاز انسترومنت. سايزموغرام هي الورقه التي يتم التسجيل عليها. هاي مهمه جدا لانه احنا بناخذها بنحللها. الآن يا أخوان حالياً في العلم الحديث يتم كله تسجيل إلكتروني، يعني حتى السايزموغرام بنلاقيه مسجل على الكمبيوتر. زمان بالقسم عندنا كان تسجل على شريط زي الشريط القديم تبع الكاسيت، تسجل ويتم تحليلها وبعدين تحميضها ومش عارف إيش. الآن الأمور أسهل، مجرد ما صار لا سمح الله إيرثكويك على الكمبيوتر بقدر أشوف وبقدر أحلل وبقدر أعطيه معادلة وأقول له قديش كانت قوتها وقديش وين مكانها إلى آخره. هلا في مصطلح تعرفوه من الجيولوجيا 101 اكيد اخذتوه، اللي هو الماجنيتيود، يعني قوه الزلزال. هلا في شيء اسمه انتنسيتي، شده الزلزال. الماجنيتيود يا اخوان العالم اللي اطلع عليه هو ريختر بال1935. يعني لما اقول لك قوه الزلزال مثلا 7، اذا على مقياس ريختر هو يعادل 7 درجات. ريختر قسم الزلازل بالاعتماد على مجموعة من المتغيرات، حسبها عن طريق المعادلة الرياضية. لاحظوا المعادلة الرياضية بتحكي الامبليتيود، البريود، يعني قديش استمرت الهزة. قديش استمرت الهزة هاي بحددها مين يا اخوان؟ المرصد، الستيشن. طبعا احنا اذا بدنا نحدد وين صار الزلزال بالضبط لازم يكون عندي at least 3 stations، محطة واحدة ما بتكفي. هلا في شيء اسمه انتنسيتي، تتذكروا شده الزلزال يا اخوان؟ تسمعوا بميركالي اقوى شيء، يعني هي تقريبا من 1 ل 12. مين يحكي لي شو الفرق بين الماجنيتيود والانتنسيتي؟ طيب تبعت ميركلي بتقيس التدمير. نعم، كميه تبعت ميركلي بتقيس كميه الدمار اللي ناتج من الزلزال 100%. ميركالي التنسيتي شده، كلمه شده باللغه العربيه قديش كان شديد، قديش بيكون في تشوه، صح؟ هلا هو عباره عن وصف للدمار الناتج عن زلزال حدث في منطقه معينه، لكن الماجنيتيود هو القوه الفعليه، الطاقه المتحرره الفعليه من قسمه لمجموعه من الاقسام وقال لك مثلا 5 على مقياس. هلا دائما في علم الزلازل اللي هو جزء من علم الجيوفيزياء، اذا بتتذكروا اللي اخذوا عندي جيوفيزياء، في شيء اسمه جيوفيزيكس وفي شيء اسمه سايزمولوجي. الجيوفيزيكس يهتم بجميع هذه الظواهر، والسايزمولوجي يهتم فقط بالارثكويكس وتحليلها. هلا دائما في الجيوفيزياء والسايزميك بحد بالذات في شيء اسمه ترافل تايم كيرف. تتذكروا اللي اعطيتكم اياه ترافل تايم كيرف لما عملنا جدول؟ يا دكتور عملنا جدول وحطينا وقت الوصول الأولي للموجة مثلا بي ويف، صح؟ وقت الوصول الأولي للأس ويف، وعملنا من خلالهم معادلة معينة ووصلنا يعني لما يعرفوا بالترافل تايم كيرف، وقت الوصول. الآن هذيك كانت باك جراوند يا أخوان، الآن هي هاي الانترودكشن. أتوقع أنه الكل وصل للمعلومة وشفتوها أنتوا كيف أنا رتبتها، حطيت لكم باك جراوند أشياء أنتوا بتعرفوها ولكن سلطت الضوء عليها. الآن ما المقصود بالأرثكويك انترودكشن؟ Is the sudden movement هي عبارة عن تحرر مفاجئ للطاقة caused by the release of stress أو release of stress along fracture or fault. إذن كل إشي حكيته قبل شوي ملخص في هذه الجملة، هو عبارة عن تحرر مفاجئ للطاقة على مستوى الصدوع أو ما يسمى بالفراكتشر within the lithosphere. طبعا lithosphere لازم تحتيها خطين، الصدوع لا تحدث إلا داخل مواد صلبة، والتالي الليثوسفير هي ريج أند هارد أند ماسيف يعني روك. Earthquakes usually occur along plate boundaries، صح، which is caused by plate أو اللي سميناها tectonic induced، صح.
اللي بتكون على البليت باوندريز سميناها earthquake induced, يعني induced earthquakes, although interplate earthquakes do occur and probably represent the release of excess stresses او stress. اوكي يا اخوان, يعني هون بقول لك انه الearthquakes تحدث اما على حدود الصفاع او داخل الصفيح, ولكن اغلب الصدوع اغلب seismic evidence وجدوها موجودة او وجدت على حدود الصفاح وهي الاقوى. اوكي, when too much stress builds up with the planet's lithosphere, the material will fracture and elastic waves carry the resulting energy throughout the planet. What are the elastic waves? هالسؤال انا وجهت لكم اياه يا اخوان. هنا حكينا بالجملة انه لما تأثر اي منطقة في الكرة الارضية بسترس مستمر لفترة زمنية طويلة, جزء من الليثوسفير بده يتكسر. And elastic waves. Elastic waves, جميع أنواع الموجات. Carry the resulting energy through the planet. هاي الطاقة المتحررة انتقلت من المكان اللي نشأت منه اللي نسميها بؤرة الزلزال أو الفوكس أو الهايبو سنتر, انتقلت من هذه النقطة على شكل circles إلى المناطق المجاورة على السطح. What are the elastic waves? أنا كلكم أغلبكم كلياتكم تقريبا أعطيتكم جي فيزيكس في شابتر كامل بيحكي عن الإلاستيك ويفز والهوكين ماتيريالز اللي هي المواد أو السلوك المرن للمواد. كل مادة في الطبيعة لها حد يسمى بحد المرونة. بعد هذا الحد إما أنها بصير لها فراكتشر زون أو بصير لها طي, وبعد الطي بصير لها فراكتشر. الانتقال الطاقة داخل هذه الأجسام يسبب هذا التشوه. والإلاستيك ويفز هي عبارة عن علاقة بين الستريس والسترين اللي بنسميهم بين قوسين ديفورميشن اللي بسموهم هوكين ماتيريال. كيف تقاس الإيرثكويك؟ تقاس بوحدتين, إما بالقوة أو الشدة, إما بالماجنيتيود أور عن ماجنيتيود أو الانتنسيتي. الماجنيتيود حكيت لكم عنه قبل شوي, هو ريختر سكيل and an increase of one magnitude represent يعني واحد ماجنيتيود. الاثنين بضيف عنه مثلا 32 فولد. فولد معناها اللي هي مضاعفة للقوة الناتجة, increase in the energy released by the earthquake. يعني 32 مرة يعادل, ولاحظوا كيف الفرق, وبالتالي هو مقياس يشمل كمية كبيرة من الطاقة. The study of earthquake air is called seismology. زي ما بالباك جراوند عرفت لكم, دراسة الزلازل أو الearthquake يسمى بعلم seismology أو علم الزلازل. Most of the earthquakes which shake the earth each year are so weak that they are only registered by sensitive seismographs. احنا اللي عندنا الانسترومنت بالقسم مش sensitive, لانه لو كان sensitive اي واحد بحفر بشارع الجامعة الاردنية بشارع الملكة رانيا قاعدين بيسوي بالباص السريع راح يسجل عندنا على انه زق هزة. اوكي يا اخوان, وبالتالي الجهاز اللي عندنا بنسميه strong motion, بيعتمد بس على البليت تكتونكس اذا صار في عندنا حركة بالديد سي ترانسفورم. ليش حطيناه في الجامعة؟ لأنه بتعرفوا اللي أخذوا معي فيلد إنه كان في عندي كان في عندنا faults related to the dead sea واصل العمان, يعني صدوع مرتبطة بالdead sea transform fault واصل العمان. فإذا صار أي حركة على dead sea transform fault راح تنتقل هذه الحركة transform fault إلى الصدوع الأخرى. What are the differences between low and strong motions in terms of earthquake? حكيت لكم يا قبل شوي شو الفرق بين strong and low motion من ناحية earthquake. Strong motion إلها علاقة بس بالplate tectonics, واللow motion إلها علاقة يعني very sensitive, وبالتالي المحطة بتسجلها إلها علاقة قد يكون لها علاقة بالman made يعني artificial, هي ممكن تكون اصطناعية. 90% من الارثكويك اكيد زي ما حكيت في الباك جراوند كوزد باي ارثكويك باي بليت تكتونكس موفمنت او اللي بيسموها تكتونيك ايفنتس, وهي عباره عن برايمري موفت اون فولتس زي البحر الميت مثلا ديد سي ترانسفورم فولت. ال 10% الباقيه بتتكون من نشاط بركاني او سبسيدنس اللي هو الانخفاض في مناطق معينه الكافيتيز اور مان ميد افكتس. لاحظوا انه 10% فقط من ضمنهم الارتفيشل اصطناعي, ولكن 90% من الارثكويك caused by plate tectonics events. Our understanding of the process that led
to earthquakes derive to a large extent from observations of seismic events on the San Andreas Methal fault in California. أغلب الأرثكويك فهمناها من خلال العلماء اللي درسوا صدع أندرياس التحويلي, سان أندرياس التحويلي, وصدع سان أندرياس هو يعني ثاني أطول صدع, والبحر الميت كمان. وبالتالي الفرق بينه وبين صدع البحر الميت التحويلي إنه الحركة على البحر الميت سنسترال أو يسارية, في سان أندرياس الحركة بتكون يمينية. تعرفوا شو الفرق بين سنسترال والديكسترال على الستايك سليب موفمنت؟ اتجاه حركة صفيها المقابل بالنسبة لل... نعم, هي حركة نسبية, وبالتالي اتجاه الحركة, اتجاه حركة الصفيحة المقابل إلي هل هي يسارية أو يمينية؟ إذا كانت يسارية توصف بأنها سنسترال, إذا كانت يمينية توصف بأنها ديكسترال. وعضانا دائما بعطيه يا أخوان. في إشي اسمه Elastic Rebound, تتذكروا Elastic Rebound اللي هو قبل شوي حكيت لكم عنه. Elastic Rebound له علاقة إنه بصير في عندي Rebound. Rebound يعني ردة فعل للأرض عن طريق اللي هو الطاقة المتحررة تولد Waves. هلا في عندي موديل واحد هون حكينا عنه كيف بصير الحركة على الصدوع. أصغر بس الصفحة شوي عشان يكون الكل قادر, أو هي موجودة عندكم أكيد. لاحظوا انه لو طلعنا من فوق, اول شيء الفولت لما يصير في صدع هذا بنسميه جوينت احنا كجيولوجيين. ليش جوينت؟ لانه ما في ديسبيسمنت, مجرد ما بلشت ديسبيسمنت الحركه او الازاحه صار اسمه فولت. هذا من النوع ايش الفولت يا اخوان؟ مين بيقدر يحدد؟ صار في اكستنشن وبالتالي هو نورمال فولت. نورمال فولت هلا الستريين صار فيه لها جروث تسعت صح, وبالتالي لاحظوا كيف صار شكله. صار في عندي حركة على الجنبين, وبالتالي هون صار في عندي زلزال أو تحرر طاقة على شكل سايزميك ويفز. راح أحكي الشغلات المهمة جدا يعني, مش بس هذا كله مهم طبعا. الريباوند هي ردة الفعل تبعية الكرة الأرضية, كيف ردة الفعل بتصير عن طريق توليد موجات زلزالية, والموجات الزلزالية تقسم إلى مجموعة من الأقسام, موجات أولية, موجات ثانوية اللي نسميها body waves والsurface waves. لاحظوا إنه أنتم مطلوب منكم تتذكروا شو المقصود بالbody waves وشو المقصود بالsurface waves. أوكي يا إخوان. In many instances, في كثير من الأمثلة, the accumulating strain is part. يا إخوان, مش مجرد ما صارت الكسر, يعني الكسر بحدث ببطء, مش مجرد ما صار الكسر بصير في عندي زلزال, بحدث عندي بالسز إشارات إنه في عندي ممكن يصير في عندي زلزال. منسجلها ولكن بكل قوة. running out time upgrade okay. وبالتالي يا إخوان هاي ممكن تكون مؤشرات. يعني مثلا في زلازل استباقية foreshocks صح يا إخوان, هاي بتدلني على إنه ممكن يصير في عندي زلزال. هلا في علم بحد ذاته قائم اسمه seismic prediction, يعني التنبؤ بالزلازل, وهو علم قائم بحد ذاته, ولكن لحد الآن لا يوجد طريقة علمية لتحديد متى سيحدث الزلزال. ولكن اللي بيصير إنه هناك مؤشرات قد تشير للعلماء إنه من الممكن أن يحدث الزلزال قريبا, ممكن سنة, ممكن 200 سنة, ولكن بيظل في بصير بزيد نسبة التحذير يا أخوان, لأنه المحطات الزلازل بتصير تسجل foreshocks كثير, زلازل استباقية. This is an indicator that the strain energy is building up. هذا يشير إلى أن الطاقة بلشت تتجمع وممكن تتحرر في أي منطقة وفي أي وقت. وهذا شعور سيء, لأنه أنا بقدر أحدد أنه في عندي طاقة عالية وممكن تتحرر, ولكن ما بعرف الزمن أو متى ممكن تصير. فهمتوا كيف يا أخوان؟ الفور شوك تحدث قبل المين شوك. المين شوك هو الزلزال الرئيس. However, for weeks or months after a large earthquake, there are maybe numerous, أو اللي هي several lesser shocks known as aftershock. هلا بعد أيام, أسابيع, أشهر, ممكن كمان محطات الرصد تسجل زلازل, ولكنها بتسموها aftershocks. هاي الزلازل بتكون تأثيرها أو يعني قوتها على الماجنتيود أقل, ولكن ممكن تكون خطيرة. ليش ممكن تحكي لي؟ مين ممكن يحكي لي ليش ممكن aftershocks تكون خطيرة كثير؟ لانه ممكن المين شوك تكون يعني عرضت بعض المباني للصدوع, فهي بتيجي تكمل عليها. احسنت. يعني ما صار فيها دم. احسنت.
هلا المين شوك بتيجي طع 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 كسرت، ممكن اشياء تكون يعني صارت يعني قريب من انها تتدمر ولكن توقفت الان لانه توقفت المين شوك. هلا اذا بعد شهر ما احنا عملنا صيانه، ما اخلينا المباني، ما عدلنا الامور، واجا افتر شوكس كثير، هون الاضرار ممكن تكون يا اخوان مضاعفه، سواء كان على الارواح او على الستراكشرز. يعني لما يكون عندي سد صار في تشوه معين بالسد، صار في تسريب بالسد، اذا انا ما لحقته وبسرعه ممكن افرغه بطريقه او باخرى، ممكن افرغه بطريقه او باخرى، ولكن الفكره انه انا ما اتركه لحتى يجي افتر شوكس تؤدي الى انه ممكن يكون ورا السد يا اخوان ممكن يكون في مدن، صح ولا لا؟ ممكن يكون في قرى. اذا صار في تدمير لجسم السد واتجهت المياه بصير في عندنا زي الفلاش فلاد، وما بنكون قادرين على انقاذ الارواح، وهو يعني الاولويه. ففي عندنا الفور شوكس، في عندنا المين شوك، في عندنا الافتر شوكس، وحكينا عنه. هلا انه تاثير الستراكشرز ذات هاف مي بي ويكند باي ذا مين، زي ما حكى قبل شوي اتوقع مروان كان يحكي structures that have been weakened by the main event often collapse in large aftershocks. اغلب الستراكشرز يا اخوان تتدمر بالافتر شوكس لانه جهزتها المين شوك، انه واحد بس يعمل لها حركه بسيطه تؤدي الى دمارها. وبالتالي احنا يجب اخلاء المناطق التي حدث فيها الزلازل من الناس، من السيارات، اذا كان في عندنا محطات بترول يا اخوان تعرفوا ان الزلازل قد تؤدي الى حرائق، وبالتالي ممكن يصير في عندي انفجار في مناطق اهليه، مناطق فيها ناس، ممكن يصير في عندي تسرب من المصانع وبالتالي الحرائق تمتد. طبعا يعني احنا بنحاول ما نحكيش عن قديش نسبة الوفيات بالارواح والى اخره، ولكن هاي ممكن تقرأوا لحالكم. Although the earthquake involves a part of fault plane measures او measuring يعني تقريبا كيلومترات عديدة متعددة. For observed distance hundreds of even thousands of kilometers earthquake appears to happen at a point. يعني الارثكويت ممكن تحدث في نقطة معينة محددة نسميها احنا داخل الارض، تسمى بالفوكس او الهايبوسنتر. انا حاولت اضللكم باللون الاحمر الاشياء المهمة اللي يجب التركيز عليها في بداية الكورس. لما احكي هايبوسنتر انا بحكي عن النقطة التي يحدث عندها الريليز للإنيرجي يا اخوان، تمام؟ وهي على الاغلب موجودة داخل الارض اللي بنسميها ايضا بالفوكس. هاي النقطة موجودة على ديبث مختلف، اما شالو انترميديت او فيري ديب، حكيتها قبل شوي. هلا في عندنا الفوكال ديبث، قديش هاي النقطه بعيده عن سطح الارض، ممكن تكون ماني كيلومترز، ممكن تكون سيفرال كيلومترز وهي الى اخره. The point on the air surface vertically above the focus is called the epicenter. النقطه المقابله للهايبوسنتر او الفوكس الموجوده على سطح الارض تسمى ايش يا اخوان؟ ايبيسنتر. شو يعني؟ اظن ايبي ظاهري موجوده على السطح. اخوان الهايبوسنتر او الفوكس معناها البؤره، والبؤره باللغه العربيه هو المكان الذي يخرج منه الشيء، صح؟ والبؤره بالزلازل هو المكان الذي تتحرك منه الطاقه، هذا حقيقي. هلا الايبي سنتر نقطه مقابله لهاي للفوكس، ولكنها موجوده وين؟ على السطح. نعم، لذلك تسمى بالمركز السطحي للزلزال. اوكي، حاولت اعيد رسمها من الكتاب اللي اخذته منها عشان تكون اوضح، يعني انا اخذت هذا من كتاب اكيد، وبالتالي هي اوضح الان. هون هذا السطح، هذا الفولت بلين، صح؟ هذا الفولت بلين اللي صار عليه حركه. الكسر بلش من هون يا اخوان، لاحظوا ايش هاي السيركلز الحمراء؟ نعم، بظل تكبر 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 حتى توصل لسطح الارض. هلا اذا كانت البؤره هون السايزميك ويفز توصل اسرع فبتكون قوتها اكبر، صح؟ هلا لاحظوا، ناخذ الباراميترز. الباراميترز تحكي انه هاي النقطه تحت السطح تسمى ايش؟ البؤرة أو الهايبوسنتر أو الفوكس. النقطة المقابلة إلها على السطح مباشرة، هاي مهمة بنحددها عشان نشوف الأثر أقرب على أي مدينة كان.
اوكي يا اخوان مظبوط. وبالتالي الإبيسنتر هو المركز السطحي للزلزال، وانا حاولت اني ارسم لكم اياها مره جديده، واتوقع اللي بيقرا لحاله بعد ما اشرح راح يكون الموضوع بالنسبه له سهل. ولحد الان هي عمليات يعني ماده ممتعه انا بشوفها. The distance of the seismic station from the epicenter of an earthquake known as the epicenter distance. ما المقصود بكلمة epicentral distance؟ هي المسافة التي تفصل بين المركز السطحي للزلزال وأقرب محطة رصد، وتقاس بوحدة المترز أو الكيلومترز يا أخوان، أوكي؟ وهي موجودة على السطح. على الفوكال ديبث، فوكال ديبث بما انه ديبث اذا هو من النقطة هاي لأسفل تحت سطح الأرض. اوكي يا اخوان، لاحظوا هنا المصطلحات كلها معروفة، 180 درجة على الباي اللي هنا مضروبة بالكيلومتر ديستانس اللي هو الإبيسنترال ديستانس على الار عشان يحددوا هاي بكل محطة لازم نعملها المعادلة الرياضية عشان نحدد بالنسبة للمحطة سيركل معينة. هسه راح اورجيكم كيف To determine the location of an earthquake epicenter travel times of P wave and S waves to at least three seismic stations are necessary. حكيت لكم قبل شوي إنه إذا بدنا نحدد المركز السطحي لأي زلزال يجب أن يكون لدينا على الأقل شو؟ ثلاث محطات رصد زلزالية. نعم، هذه المحطات الزلزالية تركونا من المادة، وأحكي لكم إياها بطريقة عامة. عن طريق هاي المعادلة يا إخوان كل محطة ترسم سيركل بالاعتماد على قوة الزلزال اللي وصلتها. أوكي يا إخوان، منطقة التقاء هذول الثلاث دوائر بيكون هو نقطة التقاطع بين الثلاث دوائر هذول السيركل تعبر عن المركز السطحي للزلزال. سهل ولا لا؟ أنا حطيت لكم مثال تحت بس يعني هي المسألة زي هيك، شايفين يا إخوان معي انتو؟ less than one minute. إذا فصل الميتنج بنلتقي بكرة في نفس الموعد، بس احنا مستمرين. أوكي؟ أوكي. وبالتالي لحد الآن هنا كله تمام. Circles بتقرأوا كله عن طريق كل واحد بنعملها نفس المعادلة، بطلع عندي نقطة التقاء. نقطة الالتقاء هاي بتكون يا أخوان المركز السطحي، بيصفي إنه احنا بحاجة لحساب ما يعرف بالفوكال ديبث، يعني قديش المسافة العمودية من المركز للفوكس. أوكي يا إخوان، هلأ إحنا عنا بعمان، إذا ما بتعرفوا عنا بعمان مجموعة كبيرة من الستيشنز حتى بعمان 3 أو 4 أو 5،